اهلا بيكو مع شريف. بص يا معاذ، انا هقول لك ببساطه شديده جدا ايه شروط نيه الحج. السؤال ده جميل جدا. احنا عارفين ان نيه الحج من الاركان، الحج كده ليه اركان وليه واجبات. من اركان الحج نيه الحج، نيه الاحرام. ثلاث شروط عشان النيه تكون صحيحه. رقم واحد، ان النيه بتاعت الحج اللي انا هقولها سواء بقلبي او لساني مفيش مانع، واجاز ذلك الامام الشافعي اللي هي لبيك اللهم حجا او عمره وحجا او عمره متمتعا بها الى الحج. اول شرط تكون النيه قبل الميقات او في الميقات، لاما هتكون في الميقات لاما هتكون قبل الميقات. والميقات ده بعد عليه بالطياره فبعد من فوقه، لاما بعد بمحاذاته لو انا راكب القطر الحرمين، او بعد منه لو انا راكب العربيه. يبقى اول شرط ان النيه تكون قبل الميقات او في الميقات. الشرط الثاني ان النيه لن تتغير. احفظ يا معاذ بقى، النيه مش هتتغير. يعني لو قلت لبيك اللهم حجا عن معاذ ما ينفعش اغير تاني. واحد كده قال لبيك اللهم حجا عن ابي، فهو رايح كده في الطريق لمكه افتكر بابا لما زعله زمان، قال لا انا هغير النيه خليها لماما، مش هتنفع. يبقى اذا اتنين، ما ينفعش اغير النيه. ثلاثة، مش هينفع اعدد النيه. يعني ما ينفعش اقول لبيك اللهم حجا عن احمد ومحمود وعلي وابراهيم وخليل، لا، النسك بيكون لشخص واحد بس. يبقى اذا شروط النيه في الحج او حتى في العمره تكون قبل الميقات او في الميقات. اثنين، لا تتغير النيه. ثلاثة، لا تتعدد النيه. وربنا يتقبل، اللهم امين.